اهلا بكم. بلا شك امبارح كلمتكم على بعض تعليمات الاكل كده، لكن في جمله قلتها في الاخر وتركوه، ان الحلويات مضره للجسم البشري. اي نوع من الحلويات، ربنا ما خلقش ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجه مضره، احنا اللي خلقنا حاجات مضره، والحلويات احنا اللي خلقناها، احنا اللي عملناها صنعناها. ليه بقى الحلويات مضره؟ باختصار شديد جدا، لو قلت لكم انه لما بتاكل حلويات، الحلويات دي زي عاطفه جياشه، يعني زي حب كبير بين اتنين، انسولين الراجل والخليه الست. اول ما الحلويات تنزل، الانسولين رجل زي ما تقول كريم قوي بطبعه، جياش العواطف، ياخد الحلويات العواطف وعايز يدخلها وقلب المحبوبه جوه الخليه. في الاول شيء مقبول جدا وجميل، كل ما حلويات هتنزل، كل ما سكر يدخل، جلوكوز يعني، الانسولين هياخده يدخله جوه القلب محبوبته جوه الخليه. لكن كل حاجه تزيد عن حدها تتقلب ضدها. لما تاكل كميه كبيره من الحلويات، لما تاكل اي حلويات، على فكره كميه سكريات عاليه جدا، حته بسبوسه قد كده، كميه سكريات اكتر من اللي محتاجها انت بكتير، تدخل الجلوكوز داخل خلايا، الانسولين يقوم بدوره يدخل الجلوكوز داخل خلايا، بس الخلايا تمل، خلاص اوفر، خلاص انا زي ما تقول اتمليت لاخري، فهترفض دخول الجلوكوز بزياده، قفلت قدام الانسولين، قفلت قلبها قدام الانسولين. الانسولين زي ما قلت لكم ان هو تحس انه رجل جياش العواطف، وتحس ان هو تافه شوية، فياخد المعواطف بتاعته يوديها في اي حتة تانية، يبدأ يصيع، يبدأ يفسد، يحول الجلوكوز الى دهون. والغريب ان الجلوكوز، ان الانسولين زي ما قلت لكم حبيب فاشل بطبعه، يعني مزاجنجي، دماغه مش راسية، مش راجل راسي، مراهق شوية، فبيكون الدهون في مناطق معينة، يكون الدهون في منطقة البطن، فتبدأ يتكون كرش. عشان كده لو اكلت حلويات انت بتعمل مصنع كرش، بتعمل مصنع دهون في بطنك، بتحول بطنك الى مستودع ومخزن لهذه الحلويات، لانه بطبيعة الحال مش الحلويات دي هتقدر تدخل جوه الخلايا وهتبدأ تتحول زي ما قلت لكم تدريجيا لكي تصنع دهون، وللأسف في منطقة خطرة جدا، هي منطقة البطن. منطقة البطن خطورتها ان الدهون فيها هتبدأ تقع او تقف فوق راس الشريان الكلوي، والشريان الكلوي لما الدهون تقع عليه او تضغط عليه بيضيق، وده بيخلي الكلى يوصل لها دم قليل، ده بيخلي وظائف الكلى تتأثر. كمان لو الكلى وصل لها دم قليل، ضغطك هيبدأ يعلى، لأنه في مادة هتطلع من الكلى حساسة قوي للدم القليل اسمها الرينين، والرينين دي مادة بتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. فشوف الطريق اللي أنت مشيته لو كلت حلويات، طريق سيء جدا. عشان كده أنا من أعداء الحلويات، وعايز كنتوا كمان تكونوا من أعدائها. يبقى في سمين لازم تبعد عنهم، السكر، وفي سم تاني اسمه الملح. بكره اكلمكم على الملح، خليكم مع الدكتور.